ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه اي بوكسي وورلد. فيديو النهارده فيديو مهم جدا جدا جدا، بتمنى من كل الناس انها ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتابعوا الفيديو ده للنهايه علشان تستفيدوا بكل المعلومات اللي بتتقال من خلال الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. تقدر حضرتك دلوقتي بكل سهوله انك تشتري جميع ادوات وخامات الريزن للمبتدئين من خلال الموقع اللي ظاهر قدام حضرتك دلوقتي. اللينك اللي موجود تحت الفيديو بالظبط يا جماعه واللي ظاهر قدام حضرتك دلوقتي، اللينك ده موجود فيه جميع الادوات والخامات اللي حضرتك ممكن تشتريها مني من خلال قناه ايبوكسي وورلد او موقع ايبوكسي وورلد. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتنزل تحت الفيديو بالظبط وتدخل على اللينك اللي ظاهر عليه المقال ده، وهتلاقي جميع الادوات والخامات المستخدمه في مشروع الريزن للمبتدئين. غير كده كمان انا موفر باكج خاص لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن، يعني لو حضرتك بتتفرج عليا لاول مره وعايز تبدا ومش عارف تبدا ازاي او تشتري الادوات والخامات منين، تقدر حضرتك بكل سهوله انك تشتري باكج المبتدئين اللي باين قدامك دلوقتي. الباكج ده فيه كل الادوات المستخدمه في مشروع الريزن، يعني بكل سهوله انت مش هتحتاج انك تنزل وتلف وتدور وتسال على الاسعار وتسال على الاماكن والكلام ده كله. انا موفر لك باكج المبتدئين وبسعر مناسب جدا 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 لكل الناس اللي حابه تبدا وخايفه انها تبدا او مش عايزه تصرف فلوس كتير. يبقى انا كده قلت لحضرتك في بدايه الفيديو الادوات والخامات وكمان باكج المبتدئين. كل اللي حضرتك هتعمله انك هترجع للفيديوهات اللي فاتت علشان تتعلم ازاي تعمل اكسسوارات الريزن او حاجات تانية من مشروع الريزن، لان منتجات الريزن كتير وسهله انك تعملها. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتتعب شويه بس وانك هتلاقي المعلومه كامله ومتكامله من خلال قناه ايبوكسي وورلد. ودلوقتي يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. من المشاكل اللي بتقابل الناس المبتدئه في مجال الريزن هي تنظيف الريزن او تنظيف الايبوكسي عموما من الايد، من القوالب، من الاسطح، من البلاط، من السيراميك، من الهدوم. فانت حضرتك لو مبتدئ حاول انك تشوف الفيديو ده للنهايه زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، لان الفيديو ده بيحتوي على معلومات مهمه. كون ان حضرتك اساسا في البدايه ما لبستش الماسك او الجوانتي دي حاجه وحشه جدا جدا ليك. طيب انا بقول لك وحشه ليه؟ انت كده يعني انت لو ملبسش الجوانتي بتاعك وانت شغال، مادة الريزن لما بتنزل على ايدك هي مش مادة سامة، هي مش مادة يعني مية نار، مش الكلام ده كله، لكن ايدك هتلزق. بعد كده مادة الريزن مش هتطلع من ايدك الا بصعوبة جدا، يعني لو غسلتها بمية بصابون بالكلام ده كله باي نوع منظف انت هتلاقي برضو ايدك بتلزق. ايدك بتلزق ليه؟ يعني لان مادة الريزن مادة كيميائية، انت ما بتتعامل اساسا مع مادة كيميائية، المفروض وانت شغال تكون لابس الماسك والجوانتي بتوعك علشان مفيش مادة ريزن او مادة ايبوكسي تيجي على جسمك او على ايدك. غير كده كمان وانت شغال، يعني انت لو ما واخدتش الاحتياطات بتاعتك انا كلمتك عن اضرار الريزن. طيب نرجع للسؤال بتاعنا، انا دلوقتي ايدي جه عليها مادة ريزن وعايز ان انا انضف. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتجيب ميه وصابون وميه دافيه يا جماعه، يعني مش ميه ساقعه، لا ميه دافيه، وتحاول بقدر من الامكان انك تغسل ايدك كويس جدا جدا، يعني خد وقتك، لان انت كده انت اللي عرضت نفسك للاول للمخاطر دي او للحاجه الوحشه دي. فانا بقول لك انت المفروض تغسل ايدك مش اقل من 5 دقائق علشان تلاقي ان الماده طلعت. طيب في مش كل انواع الجلد او انواع البشره يعني زيها زي بعضها، لا كل البشرة بتكون مختلفة، في واحد بشرته حساسة، في واحد بشرته مش حساسة، الكلام ده كله. في واحد لو انت غسلت ايدك بالمية والصابون ممكن مادة الريزن ما تطلعش. طيب اطلعها ازاي؟ كل اللي حضرتك هتعمله انك هتجيب الخل. الخل برضو مادة فعالة وممكن تغسل بيها ايدك وبكل سهولة هتلاقي ان مادة الريزن طلعت من ايدك وبسرعة. طيب في ناس اساسا بيكون الوضع معاها مختلف. وضع معاها مختلف ازاي؟ ان البشره بتاعتهم حساسه زي ما قلت لك، فما ينفعش اساسا ان هو يستخدم الخل انه يغسل بيه ايده، فانت لازم تغسل ايدك بمنظفات، يعني منظفات قويه شويه عن الصابون، وكمان تحاول ان الميه ما تلمس ايدك في الفتره دي، يعني اغسلها كويس جدا جدا بصابون بس او مثلا باي ماده تانية من مواد التنظيف، وبعد كده اغسلها بالميه. في كل الحالات المادة هتطلع من ايدك، لكن انا في الفيديو ده بقول لك الطرق الممكنة علشان تطلع منها مادة الريزن. طيب في حاجة كمان، لو مادة الريزن جت على اي حاجة تانية زي مثلا الهدوم، من الصعب جدا انك تطلع مادة الريزن من الهدوم.
وناس كتير عملت تجارب كتير وحاجات كتير علشان تطلع مادة الريزن من الهدوم وما عرفتش. فاحنا هنحاول مع بعض، يعني انا هقول لك الطرق وانت تجرب. طيب اساسا في الوضع نفسه ايه اللي يخلي مادة الريزن تقع على الهدوم بتاعتك الا اذا انت كنت شغال غلط؟ فحاول بقدر من الامكان انك تشتغل صح من البداية. من الطرق اللي حضرتك ممكن تنظف بيها مادة الريزن اساسا هي الكحول. الكحول برضو تركيزه فعال وممكن تنظف بيه اي حاجة، يعني مثلا الكحول اللي حضرتك بتستخدمه ده ممكن ينظف معاك مادة الريزن وهي سايلة مش وهي ناشفة. يعني انا بقولك الوضع ده تعمله ومادة الريزن لسه واقعة على الهدوم، يعني ممكن تستخدم الكلام ده كله. فحاول انك تتجنب ان الريزن ينشف، لان لو الريزن نشف بيبقى صعب ان هو يطلع، صعب ان هو يطلع جدا جدا كمان. طيب في ناس بتكون شغالة مثلا على ترابيزة على ازاز على الكلام ده كله، موضوع الريزن ذات نفسه علشان بيكون نشف على سطح، يعني هو نشف على الترابيزة بتاعتي، او نتخيل مثلا اللي هو ان هو اساسا نشف على السيراميك وعلى السيراميك ونشف، انت هتطلعه ازاي؟ طيب في طرق كتير. يعني اول حاجة الناس بتجيب مثلا سكينة السن بتاعها وبتحاول انها تنظف الايبوكسي او الريزن من السيراميك. طيب في طريقة تانية، انا زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت ان الريزن قابل للحرارة، يعني قابل للتسخين، يعني انت لو جبت اي حاجة ووجهتها للحرارة لمادة الريزن هتلاقي المادة لانت معاك وساحت. فانت ممكن توجه مسدس الحرارة او نار لقطعة الريزن او مادة الريزن اللي وقعت دي، فبالتالي هتلاقيها ساحت معاك وبقت لينة وممكن بعد كده تطلعها بكل سهولة. طيب من المخاطر ان مادة الريزن تلمس الوجه بتاعك، يعني وشك المفروض اساسا ما يجيش عليه مادة ريزن، لان اساسا البشرة بتكون حساسة ودي مادة كيميائية. بعد كده لو حصل ده ممكن يطلع حبوب في وشك او التهابات او الكلام ده كله، ده غير احمرار العين، ده غير الاضرار الممكنة اللي ممكن تقع عليك وعلى اطفالك. والناس اللي هي عندها اطفال تتجنب انها تشتغل معاهم او في الوقت اللي هم موجودين فيه. انت ما ينفعش تشتغل ويكون عندك اطفال وبيلعبوا في كل حاجة، حاول انك تبعد مادة الريزن عنهم علشان تتجنب الاضرار اللي بتيجي من مادة الريزن. نيجي دلوقتي لسؤال تاني، والسؤال ده مهم جدا جدا وناس كتير بتقع فيه او بتغلط فيه، وكمان الناس اللي جربت بيبوظ منهم شغل كتير بسبب المعلومة دي. انا مثلا شغال في صينية، والصينية ديت بعد ما انا خلصتها، يعني ركزوا بقى معايا، الصينية ديت بعد ما انا خلصتها وقع عليها شوية ريزن، والشوية ريزن دول جيت امسحهم بقى يلزقوا، يعني في تلزيق والشكل شكله وحش جدا وانا مش عارف اطلع، يعني خلاص المفروض الصينية انا هسلمها للعميل وكده باظت مني تماما، ويبقى كده تعبك راح على الارض، يعني بسبب غلطة انت عملتها ان مادة الريزن بتاعتك بيكون عليها المصلب وقع، جيت انت تمسحها بمنديل فجيرت او بقت بتلزق او الكلام ده كله، فانت مش عارف الحل فين بسرعة، يعني في الوقت اللي انت هتلاقي فيه مادة الريزن عملت معاك كده على الصينية بتاعتك او الكوستر بتاعك او على اي حاجة، بكل يعني بكل سهولة تجيب التنر. التنر ده مادة يا جماعة شبه المية كده بالظبط، يعني انت هتجيب التنر وهتجيب قطنة وتحاول انك تنظف السطح ده، يعني هتبل القطنة تنر وتمسح السطح بتاعك علشان الشكل يرجع تمام. هتقولي كده ان الشكل كده هيرجع مظبوط وتمام ومفيش مشاكل، هقولك اه هيرجع لو عملتها في نفس التوقيت. طيب لو صبرت عليها اساسا، يعني انت لو صبرت على مادة الريزن انها تنشف هيكون صعب انها تتشال. فانت كده حضرتك معاك المعلومات الاساسية والرئيسية في انك تنظف مادة الريزن ازاي من ايدك، غير كده كمان تنظفها من الاسطح ازاي، اذا كان بالمسدس الحراري او بالخل او بالكحول. واخر حاجة معانا زي ما قلتلك، لو هتنظفها من سطح، يعني الريزن وقع على سطح ريزن، تنظفها بالتنر. بعد كده هتلاقي الشكل رجع معاك كويس جدا ومفيش اي مشاكل. تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. من اكتر الاسئلة اللي بتجيلي على القناة او الناس كلها بتكلمني فيها هي التسويق التسويق التسويق، انا مش عارف اسوق المنتجات بتاعتي، مش عارف ابيع الاشكال بتاعتي، وفي مشاكل كتير بتحصل معايا والناس بتغلي عليا والناس يعني بيقولوا القطعة بتاعتي غالية. اول حاجة المفروض حضرتك تعملها انك تشوف فيديو التسويق اللي باين قدامك دلوقتي.
الفيديو ده انا اتكلمت فيه عن جميع النقاط المهمه اللي حضرتك ممكن تسوق بيها منتجات الريزن بكل سهوله، مش بس منتجات الريزن، لو انت شغال في اي مجال تاني في الهاند ميد او اي حاجه عموما، الفيديو ده هيسهل عليك جدا انك ازاي اساسا تسوق القطع بتاعتك او المنتجات بتاعتك. يبقى انت كده من خلال فيديو التسويق ده تحاول بقدر من الامكان انك تشوفه وتشوف المعلومات اللي فيه وتطبقها كلها، يعني ما تسيبش معلومه فيه. نيجي لحاجه تانية، الناس دايما بتستغلق القطع بتاعتك وما يعرفوش الرزن وما يعرفوش الخامات وما يعرفوش الاسعار. ما هو الناس علشان تقتنع بحاجه المفروض تقتنع بحاجه حلوه جدا جدا جدا، فانت اساسا ما تعملش اي شكل اي كلام كده وتبيع للعميل وتطلب فيه سعر غالي وهو يقول لك غالي ومش عارف ايه. ما هو انت كده بتنقد نفسك. بتنقد نفسك ليه؟ انت تحاول انك تشتغل باحترافيه. يعني ايه باحترافيه؟ يعني مش كل حاجه تشوفها على النت او تشوفها من الناس او من الناس اللي شغاله في مجال الريزن انك تقلدها. حاول تجدد وحاول تبدع في مجال الريزن، لان المجال ده مفتوح واساسه الهوايه والفن والابداع. وانت دايما ما تاخدش الموضوع كفكره مشروع، لا، خده كحاجه انت حابب تعملها او حاجه انت عايز تنمي موهبتك فيها او تقضي وقت فراغك فيها. وقت الفراغ اللي بالنسبه لك اللي انت يعني ممكن تقضيه في حاجه تانية، ممكن تشوف من خلاله افكار من موقع بنترس. الموقع ده عليه صور حلوه جدا 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 لشغل الريزن ممكن تستفيد بيها. فبالتالي انت كده معاك كل الادوات الكامله برضو والمتكامله من خلال التسويق، من خلال الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي، ومن خلال المعلومات اللي انا قلتها لك. نيجي لاخر حاجه في فيديو النهارده. كل المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو ده هي معلومات مش كامله، يعني انا ما قلتهاش كلها. لو حضرتك عايز تشوف المقال كامل ممكن تشوفه من خلال المقال اللي ظهر قدام حضرتك دلوقتي. المقال ده فيه كل الادوات وفيه كل المعلومات وفيه كل الاسئله اللي هتدور في دماغك عن انك ازاي اساسا تنظف ماده الريزن من اي حاجه. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتنزل تحت الفيديو بالظبط هتلاقي لينك المقال. اللينك ده موجود على الموقع الخاص بتاعنا على جوجل، موقع ebooks-world.com، وهو موجود قدامك دلوقتي. يعني كل اللي حضرتك هتعمله انك هتدخل تقرا المقال ده وتستفيد بكل المعلومات اللي بتتقال فيه، اذا كانت معلومات نظريه او معلومات عمليه. وانا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هحاول بقدر من الامكان كل كلمه بقولها لك نظري هطبقها لك عملي. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.